الوندمون ميتون لول بون ما حبيتش كره تدخل لكن ميتون فيني تصلحت اللعب الحمد لله دخلة بها في الكاليفيكاسيون كوب دافريك ان شاء الله الفرص اللي ضيعناهم اليوم مركيهم في بوتسوانا شو تبدل ميتون فيني فما دي كونسيني معينين والا الكره شبكه تحلت وكا كاول المهم كملنا باللو ميم اسبري في دوزيام ميتون ومن الاخر يظل نحن من اول دقيقه ورينا لي لوبجيكتيف باش نربحوا الماتش و سا سي لي كرون ايكيب تبدا اول ميتون وتكمل خدمه دوزيام ميتون اكيد من الاخر الكاردون روج عاونتنا برشا ما عنديش شوك اللي كان ما جاش الكاردون روج نقعدوا 2-0 3-0 نربحوا بون هي استوائيه برشا يقولوا مش كرون كاليبر لكن ربحت زي في الكوب دافريك ربحت ماير اللي كيف خرجت بالسيف مع السنغال اي ماكاو في الافريك ما عادش فما الاكيب الضعاف الكلهم لي كرون كاليبر صحيح اليوم هذول اللي غينيا ماهيش كامله بكلها ناقصين جواريت اما من الاخر نحن عندنا بيرفورمانس باهيه وان شاء الله نكملوا في بوتسوانا خلاص تبليسي انت صافا الحمد لله نشوف مع الدوك وان شاء الله نحضر غالي بدلت وجه الاكيب رغم اللي تلعب في بوست معناها ماهيش مؤثره قدام اللي هي ديفونسور سا سي الاريال دغوا المودرني دول كهو مشيت معايا سيستيم في سويسرا مشيت بوبجيكتيف باش نلعب وباش نمنع الاكيب من المتيوح ومن الاخر الحمد لله رجعت بيرفورمانس رجعت كونديسيون فيزيك باهيه واليوم هذول اللي عادي بيرفورمانس باهيه هذا من الثلاث شهور اللي فاتوا نوتنغهام طلعت كيف باش ترجع غادي ولا باش تكمل سويسرا وقت الحالي عندي كونترا في البري ساي وفات في سويسرا وقت الحالي نرجع نوتنغهام باش تكمل معاهم حكيتوا شويه ولا كما قلت لك وقت الحالي محمد راجع يرجع لنوتنغهام شنو باش يصير من هنا جماعتين اخرين ثلاثه جماعات اخرين كاتب